طيب خلينا بقى نروح شويه استاذ محمود، برضو عندنا نقاط كتيره، مش عايز اقف كتير عند التحكيم لان احنا كده كده كنا متوقعين هذا الاداء، يعني ما احناش رايحين مثلا بنقول يعني يا ربنا كده مسهلها. اه طبعا ربنا مسهلها، بس احنا عارفين هذا الحكم وعارفين التحكيم الاثيوبي وعارفين التاثير اللي بيكون من قبل الجماهير عليهم، كل ده احنا عارفينه وعارفين السي في بتاعت سيما. يعني حتى احنا كنا مستغربين وكان كولر مستاء جدا من هذا الاختيار قبل الماتش بالظبط. بالظبط، فيعني احنا رايحين مجهزين نفسنا، ودي على فكره كانت نقطة قوة مش ضعف. بس الشق الثاني برضو اللي عايز اتكلم فيه هو قصة هنا، انا بعد فوز كبير زي كده ولسه عندي طبعا باع كبير وعندي باتشات كتيرة جدا مهمة هنتكلم عنها بالتفصيل، بس من خبرة حضرتك برضو بتشوف بقى ده هيبقى دافع ان انا اكمل على نفس المستوى، ولا هيجي كده ماتش واتنين يبقى الاداء فيه اريحية شوية؟ خلينا نطمن. اعتقد دافع كبير. الاهلي لو خرجنا افريقيا، الاهلي في اخر سنتين ما كسبش الدوري، محتاج مهم جدا الاهلي يستعيد لقب الدوري. يبقى ده دافع لده، ده دافع مهم جدا انك تكسب لقب الدوري. الاهلي في موقف الحمد لله كويس جدا وقريب ان هو يكسب اللقب، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه له. مارسيل كولر كمان مع الوقت بيتعود اكتر واكتر على الاجواء. مارسيل كولر قدام صن داونز مثلا في جنوب افريقيا، مش هو مارسيل كولر قدام الرجاء في المغرب ولا قدام الوداد في المغرب، نفس الكلام في الدوري المصري بالتبعيه. واحده واحده بيبدا يتعود على الاجواء، بيبدا يدي فرص للعيبه ثانيه، مش بس معتمد على 11 لاعب، بيبدا بيحاول كل ما يجي فرصه يدي الفرصه للاعب واكتر. فبالنسبه لي اعتقد ان المهم جدا جدا لكولر نفسه ولاعيبه الاهلي والمجلس الاداره والجمهور استعاده لقب الدوري اللي باذن الله هو قريب جدا للاهلي، كمان مشاركه في كاس العالم للانديه اللي هتكون المره الاخيره بمشاركه 7 فرق قبل ما يبقى النسخه الاكبر. فهي فرصه اعتقد ممكن الاهلي يكون باذن الله يحاول على الاقل نكون موجودين في المباراه النهائيه، نحقق حاجه اكبر من اللي حققناها قبل كده. فدي كلها دوافع موجوده ان الاهلي يقدر او محتاج ان هو يعمل حاجات تانية، مش بس مجرد اللقب ال11، في دوافع تانية باذن الله لحاجات تانية جايه.